فعلا، ولكن قبل من نهضروا على هذه المساله هذه نقدر نقول لك في نفس الوقت بان هذه الالعاب راه ماشي خايبه 100%، راه عندها فوائد تماما. وهذا الغريب في الامر يعني سمحني فقط عن قطعك وانا نحضر الحلقه، يعني بحثت في الدراسات، دائما ننطلق من امور عندما ندرس ظاهره تسبب الادمان مثلا يلزمنا نستندوا احنا صحفيين على دراسات وابحاث احدث ما كاين. فشنو وجدت فيما يتعلق بالعاب الفيديو؟ هناك دراسات في جامعات امريكيه وبريطانيه تحذر من مساله وخطوره الادمان، تنضاف إليها منظمة الصحة العالمية، وسأقول لكم بعد قليل تقرير لمنظمة الصحة العالمية ماذا يقول، حتى أنها درجتها ضمن قائمة الأمراض. تمام. وجدت في المقابل أيضا دراسات أخرى تحمد أو تحبذ لعب ألعاب الفيديو وعلى أنها تزيد من المهارات الذهنية للمستعمل. فقلت ما هذا التناقض؟ ممكن تشرح لنا يوسف دكتور يوسف؟ بكل تأكيد بكل تأكيد اللي كيلعب هاد الألعاب الإلكترونية ولا ألعاب فيديو اللي كيشتغل في الدماغ ديالو ذكاء، تركيز، ذاكرة، بحث عن الحلول، بحث عن استراتيجيات على حسب الأنواع ديال الألعاب وهذا. إذن هادشي كله مزيان. فين كيكون المشكل؟ المشكل فاش كيكون الشطط في اللعب، شطط في المدة، شطط في الوقت اللي كنلعبوا، شطط الى غتجي على حساب الدراسة، الى غتجي على حساب الصحة، الى غتجي على حساب نوعية النوم، الى غتجي على حساب العلاقات الأسرية، الى غتجي على حساب المستقبل ديال الانسان. هنا فين كيكون المشكل؟ اما الا كي الانسان غادي ياخذ الامور بواحد العقلانية ويدير واحد يبقى عنده توازن ما بين جميع مناطق الحياة ديالو وفي علاقات ديالو مع الأسرة، هذا ما كاينش مشكل بالعكس. ونكونوا نوعوا مثلا هاد الاكتيفيتي ديال هاد الوليد ولا ديال هاد المراهق، ولا يكون كيتنوع، يكون كيلعب، يكون كيخرج، يكون عنده رياضات، يكون عنده حوايج اخرين كيديرهم